قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم. السلام عليكم متابعي قناة رمضان تيفي. يبدو أن الشهرة في عالم التيك توك تنسي الفرد مكانه الطبيعي ويعتقد أن بإمكانه تجاوز كل الخطوط الحمراء. وفي نفس السياق اعتقلت مصالح الأمن اليوم السبت نجم التيك توك المغربي محمد الملالي الملقب بالملالي بسبب ما أقدم عليه في أحد فيديوهاته من سب وشتم وإهانة للمغاربة، كما خلفت خرجته الأخيرة ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المواطنين إصدار عقوبة قاسية ضد نجم التيك توك بسبب تطاوله على المقدسات بالإضافة لسبه وإهانة المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.